يعني انا عايزه كل الكلام اللي احنا حكيناه عايزه الناس كلها تسمعه بنفس الطريقه اللي انا سمعتها، لان محمود يعني زي ما قلت لحضراتكم اللقطه اللي شفناها امبارح كده وهو بيتشقلب في الهواء عشان مبسوط بفوز المنتخب، هو بيعمل كده على طول، بيعمل حاجات اكتر من كده هنشوفها بعد شويه في الفيديوهات. انت بقى متعود على كده. مبدئيا انا محمود 28 سنه، محامي حر، اشتغل في محل ملابس، اهلاوي مليون في المية. اوبا انا معايا هنا بقى زملكاوي متعصب واهلاوي متعصب. لا بس كلنا مصر. لا بصي هي بصي سيبك، عايزين نشيل فكرة التعصب دي نهائي. برافو. لا في حاجة اسمها انا بشجع كيان هو بيشجع كيان، ولا انا مطلوب مني ان انا اشجع الكيان بتاعه ولا هو مطلوب منه ان هو يشجع كيان. زي ما قلت يعني في ماتش الترجي لما كانوا الزملكاويه بيتكلموا كتير عن الاهلي وكده، يا جماعه لا لما نيجي نصنفها صح، لا انت دلوقتي مش مطلوب منك ان انت تشجع الاهلي، بس برضه مش مطلوب منك بس ان انت الأول تتمنى بس له الخساره. دي عملت كده ازاي؟ لا يعني ايه الحلاوه دي؟ عملت كده ازاي؟ ربنا يخليكي، بس انا مبدئيا مش تقليدي، بحب ابقى مش تقليد، حتى وانت مبسوط. لا يعني الحاجات اللي حضرتك شايفاها على الشاشه دي مش بتطلع الا فرحه جامده قوي، فرحه يعني غايبه عن مصر كلها 28 سنه، انت متخيله؟ لا يعني حاجه رهيبه. محمود انت يعني هي الحركه صعبه، يعني الحركه صعبه طبعا. محمود يعني ذوي الاحتياجات الخاصه، وعايزاك انت تحكي للناس ازاي كان ايه الحادث وايه اللي خلاك يعني تفقد رجلك الاول، بس عشان الناس تبقى عارفه. تمام. دي كانت حادثه وانا صغير، وانا عندي 6 سنين، كنت خارج من الحضانه وبعدي الشارع عربيه مقطوره واخده ملف بسرعه جامده، خبطني من ظهري وراح على رجلي. الناس قالوا له حاسب، فكر انه ما راحش، راح ورجع والحمد لله على كل شيء، وما فوقتش غير في المستشفى في الانعاش بعد ما عملوا لي البتر. و كان عندك 6 سنين، برغم ان كان سنه صغير بس يعني صوت العقل بالنسبه لي كلمني لا احنا مش دي اللي هتوقفنا، احنا لا هنشق طريقنا، ولا هتوقفنا ان احنا نحب ونتحب، ولا ان احنا ندرس وناخد شهاده عاليه، ولا ان احنا نكمل حياتنا زي ما احنا عايزين. لا بس بكمل، بقع، بقوم، بقف، وبتتصرف عادي وبتتحرك وبتلعب كوره. فين عايزين نشوف في فيديو كده ومحمود بيلعب كوره، يعني لعيب محترف اهو. فانت يعني انت اصلا مجنون بالكوره. لا انا واضح. من عشاق الكوره ومن عشاق النادي الاهلي. وانت ما دربتش على ده يا محمود؟ يعني انت ما دربتش على ان انت تعمل كده وتتحرك بالشكل ده بالعقلية؟ ده مش بالتمرين، بالممارسه. يعني انت مثلا حركات لا اراديه، انت الكوره بتجيلك فاوريدي بتبداي لا تتفاعلي معاها وببدا انطط بيها. ده كان بالمناسبه كان في ماتش، اول ماتش في الدوري، ماتش الاهلي والطلائع. محترف يعني؟ لا مش قصه محترف، بس محترف بالنسبه لانه عندك صعوبه في ان انت تتحرك. لكن انت قلت لي جمله مهمه قوي قبل ما نبتدي، قلت لي ان العكاز ده بقى يعني جزء صاحبي. صاحبك؟ ايوه. ازاي بقى صاحبي؟ يعني مش اي حد يعمل لي كده هقع، لا يبقى في رياكشن، بقوم حاطط العكاز كده خلاص انا سندك. سندي. سندي وقوتي. لا يعني انا قادر ان انا امشي، ارفع رجلي وامشي على العكاز بس. من اللياقه ومن المرونه يعني. انا في حركات اكتر من كده يعني ما حصلتش، بس في مرونه ما بيني وما بين العكاز، خدنا على بعض. لما سالتك انت ليه ما ركبتش طرف صناعي؟ انت حابب انت مش عايز كمان؟ بصي لا مش فكره مش عايز، بس فكره اني مش بدور على مظهر اجتماعي. انا بدور على الراحه، الراحه المعنويه، الراحه المعنويه اللي هي ان انت بتحركي بالعكاز بسرعه، بتحرك بسرعه جدا. يعني ناس كتير قوي يعني بتحسدني بسبب سرعتي وجري بالعكاز، بعرف العب بيه كوره، بعرف اشتغل بيه، بتحرك كويس. لكن عشان بس القصه ان الناس كلها بتفكر ان انا برفض الجهاز، لا بس انا عشان عندي البتر صغير جدا، فصعوبه التحريك فيه محتاج
محتاج جهاز من نوع خاص يكون خفيف جدا ويكون معمول للحاله دي مخصوص بالظبط. وغير كده بخلاف كده تريننج عليه، يعني ان انا هفضل تريننج عليه بتاع فتره عشان تتعود، لانه هيبقى حاجه غريبه بالظبط. بس انا يعني انا قدر المستطاع مرتاح جدا للعكاز، لان بيخليني اتحرك بسهوله جدا.